اهلا بيكو، ده اول فلوج اعمله في حياتي، والنهاردة اول مرة برضو في حياتي اشارك في بطولة التكن 8. انا مش جاهز خالص، يعني مستواي لا يصح ان انا اخش بطولة، ولكن انا رايح اخد خبرة واتعرف على ناس جديدة واجرب اجواء البطولة. يعني انا دخلت في حياتي كلها بطولة واحدة بس من سنة، كانت مورتال كومبات، والحمد لله كسبت المركز الاول. فبقالي بالظبط 4 شهور بلعب تيكن ومش بانتظام كمان، فهنجرب النهارده نشوف اجواء البطوله عامله ازاي، ونشوف نتعلم طبعا من غلطاتنا ومن الناس اللي هقابلها هناك ان شاء الله. وعندنا يوم طويل، اخدكم معايا كده خطوه بخطوه ان شاء الله. طبعا لازم نبدا اليوم بالقهوه. ده بلال ملوش علاقه باليوم، بس هو صديق يعني ورك كوليج سكيت بوردر. هو حاليا الساعة 7:30، فلسه قدامي يوم طويل طويل طويل. البطولة الساعة 4 في الشارقة، وأنا هنا في دبي الساعة 7:30، فلسه يوم طويل جدا. هتحكي قصة حياتك ولا فلوج يا حبيبي؟ فلوج يا بابا، لازم أعرف الناس. أول مرة أعمل فلوج، فإيه بقى الموضوع؟ أنا نفسي مستغرب يعني. يعني في خلال الساعتين اللي جايين هبتدي أتحرك، هروح لعجمان الأول. أنا في دبي حاليا، هروح لعجمان عشان آخد واحد صاحبي هيجي معايا الإيفنت، ونروح مع بعض. بعد كده نطلع الشرقة، مكان ما الايفنت موجود اللي هتحصل فيه البطولة. وخلينا نشوف. يعني انا حاليا في الشغل برضو، يعني بعيد عن الجيمينج. انا اصلا مدرب رياضي، لاعب ومدرب باركور. يعني معلومة على الماشي كده للناس اللي في القناة اللي ممكن يبقوا بس مهتمين بالجيمينج بس، بس دي شخصيتي الحقيقية بقى، بعيد عن الجيمينج بعيد عن الشاشات. انا اصلا رياضي، ولكن حاليا عندي شوية إصابات بعالجة، فمش بتمرن بكل قوتي. عملت بس شوية تمارين خفيفة كده عشان الواحد يصحى ويفوق، ونبقى داخلين في مود البطولة. يلا بينا نشوف. وصلنا عجمان، ودلوقتي أنا مستني صاحبي اللي مفروض كنت رايح له أصلا، ونقعد مع بعض شوية، بعد كده نتحرك مع بعض على الشرقة. طبعا 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 وزاب لازم يوجب ويعمل عزومة أكل مصري، نشحن قبل البطولة. وعم الحاج ده أكبر كوليكتور شفته الفانكو بوبس ده، ولا حاجة أصلا يعني، ما شاء الله. ده مليان، كل ده مليان. أها، والدرور ده مليان برضو. يعني عشان إيه نخزي العين، مش هنوري حد. بس في ايدك حاجه كده تخصني تقريبا. انا كان قدامي ميتال ناكلز ورفضت اجيبه، ده يتحط جنب اللي عندي شادو سوبر سونيك وسونيك. ادي المكان، وصلنا شمس نوفمبر تورنمنتس. Let's go. خلصنا التسجيل اهو، جاهزين. ادي الاجواء والناس قاعده تسخن. ارسلان ارسلان ارسلان، غني عن التعريف. سخن 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 مع جودز، الرفيق اليوم، كومبانيون اوف ذا داي. تسخين قبل الدور بتاعي ما يجي، انا مش عارف امتى اصلا. طبعا مش محتاج اقول انا بلعب بلو، ما عنديش غيره اصلا بلعب بيه. ليتس سي. طيب انا بعمل فيك نفس البانش كل مره، يو هاف تو أدافت. التسخين سهل، بس الواقع بقى غير خالص. والله تمام، الواحد قد على قد ما قدر. كسبت ماتشين وخسرت ماتشين. يعني خسرت اول ماتش فنزلت على طول في اللوزرز براكتس، وكسبت ماتشين في اللوزرز براكتس وخسرت ماتش.
بس كأول مرة لتيكن تورنمنت أنا راضي عن مستواي، بس محتاج أتعلم كتير أوي أوي أوي، شغل كتير محتاج الواحد يشتغل عليه. بس الأجواء حلوة، حماس، وتخلي الواحد يحط الموضوع في دماغه أكتر وأكتر. والنهاردة أصلا كان غير تيكن، كان فيه برضو سوبر سماش برو، دي برضو عيني كانت عليها بس ما اتمرنش عليها خالص، لأن أنا مش بلعب سويتش كتير، وجبتها أوريدي، يعني جبت النينتندو سويتش مخصوص عشان سوبر سماش برو، ولكن الإقبال على تيكن أكتر، فممكن في يوم من الأيام أفكر أتمرن على سوبر سماش برو وأبتدي أخش في بطولات ليها. لما نشوف. تعالى يا صاحبي يلا عشان نسوق. الشوفير. يلا. ماي درايفر. يلا. طيب هتسوق أنت؟ ماشي، عشان أنا بصراحة عايز أتدلع شوية، محتاج أعمل أعيش دور اللي عنده سواق. شوية كينج أوف فايترز كنوع من التغيير. OGs بقى، OGs هم عارفين King of Fighters طبعا، الناس القديمة. ورجعنا دبي امبارح. طبعا اليوم كان طويل ويعني متعب، انا كنت مرهق جدا فما قدرتش اختم الفيديو امبارح بالليل، فرجعت النهاردة دبي لسه حالا واصل. امبارح اضطريت ابات في عجمان طبعا بعد ما قضيت سهرة طويلة، فالاجواء بشكل عام طبعا في البطولة كانت حلوة جدا. وانا حاليا انا عارف مستوايا، محتاج اشتغل على كام حاجة كده عشان ابقى جاهز لان انا اشارك في اي بطولات جايه ان شاء الله. بس انا هدفي من الاول زي ما قلت ان انا رايح اتعلم واخد خبره. موضوع ان انا اخش اكسب على طول ده لاول مره ليا في تيكن اكيد ما كانش مضمون، ولكن امبارح كان فيه 68 لاعب، انا مركز 33 من وسط 68 لاعب، انا كنت الترتيب او المركز ال 33، فدي حاجه بصراحه كويسه كاول مره، مش متضايق وهتعلم ان شاء الله واتمرن كتير. حاليا الرانك بتاعي في تيكن 8 مايتي رولر، دي اعلى حاجه وصلت لها، ولكن طبعا الرانك مش مقياس، في ناس كتيره ابطال عالم مش بيلعبوا رانكد ماتشز، ارسلان منهم طبعا، وده كلام انا سمعته منه امبارح حرفيا ان هو مش بيلعب رانكد ماتشز خالص. فكده كده ان شاء الله نركز في الموضوع ونشوفكم ان شاء الله في فيديو وبلوج جديد. سلام.